الاقتصادي. الفكر التنموي ليس فقط التنمية، إن الزراعة والصناعة مثلا، ليس فقط التسويق والترويج وكذا، في شيء اسمه فكر. يعني أنا لما أعلن عن سلعة معينة بعلن عنها بطريقة ذكية، ولكن أنا يعني تجذب المستهلك، أجذب المستهلك، ولكن بنفس الوقت يعني ما أخونه بطريقة اقتصادية، يعني يكون صادق في السلعة، نفس الوقت يكون هو الشخص هذا يعني يكون مبسوط أو يعني مميز في إنه هو شخص يعني راضي عن الخدمة، راضي عن الخدمة. أيضا هناك ما يسمى بخدمة ما بعد البيع، ما بعد البيع، خدمة حامل الطريق. مثلا في شركات بتعطيك اوبن، شركات السيارات تعطيك اوبن، وبنفس الوقت بتقول لك انا هذه السياره مدفوله قطع مجانا لغايه يعني حد معين، هي 3 سنوات جرتك او 30,000 بحسب ما مقرر، جرتك ب 35,000 دينار ثمن سياره، وبنفس الوقت اخذت منك ربح بما يعادل 5,000 ولا 7,000، وبنفس الوقت فتحت لك المجال، لانه البعد التسويقي او الفكر التسويقي تطمئن بعد شراء السلعه ان هذه السلعه ستدوم على الاقل فتره معينه، نعم. وليس كذا يعني فقط هنا، ولكن الفكر انه هو لما باعك هاي السلعه وفتح لك المجال لخدمه ما بعد البيع لقدام، انت نفسك راح تجيب 10 اشخاص على الاقل تزكية هذه الشركة. هذا هو الفكر التسويقي البعدي اللي تجهره الشركات، وتجهره نفس الوقت الحكومات، فكل مركب مع بعض، سواء القطاع الخاص او العام. فلو اتحد القطاع الخاص مع القطاع العام في جلب هؤلاء الاشخاص الذين لهم فكر تسويقي، وليس يعني فقط مدير تسويق على الطاوله، لا، لازم يكون مدير التسويق عنده فكر تسويقي، بحيث انه يعني يشتغل سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص، لكن المهم هو بالنهايه رضا الزبون. بالضبط. وتفلس الحكومات لانه ما في فكر تسويق، في فكر اقتصادي، فكر بعيد مع الاشخاص المتنفذين. مع الاشخاص المتنفذين فقط ينتظرون الراتب 2000 دينار. ربما انهم يعني حتى هؤلاء الاشخاص هم ايضا يعني يتبعون الحكومات ليست تكنوقراط، فهم ربما ليس الشخص المناسب في المكان المناسب. ليس الشخص المناسب في المكان، خاصة المناصب الاقتصادية الهامة. نعم بالضبط. هذول الجماعة يعني يجب أن يكونوا باستمرار. يعني أنا لما سويت دراسة أو خطة استراتيجية تنموية عن 4 دول، يعني هذه الدراسة نادرة في العالم، نادرة في العالم. تنقص الحكومات. يعني في مثل يقول لك اسأل تجرب ولا تسأل طبيب. نعم. يعني انا ماشي مع جميع قطاعات المجتمع في كافه الدول العربيه واغلب الدول العالميه، ينقصهم اشياء كثيره في مجال الخطط. لماذا يكون هناك عجز في الموازنه؟ لانه في ناس فورا اول ما يصير اخذت ربما سياسات اقتصاديه خاطئه. بالضبط، اقتصاديه خاطئه وعدم وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. نعم. وبنفس الوقت ما في رقابه، ما في ناس يعني ربما تراقب عن كثب حتى في فتره عمل هذا الشخص. بالضبط. ان كان هذا المطلوب ام لا. صحيح. ففي شغلات كثيره احنا ركزنا عليها في هذه الخطه لـ4 دول هذول، بحيث انه اشياء ما عمرنا سمع فيها الصراحه، ولا تقال على الهواء، وبنفس الوقت لا تقال لاي شخص متنفذ. احنا مربوطين مع الحاكم لهذه البلاد، لانه صراحه لما تقول لحاكم لشخص بنسبها له مباشرة، يعني احنا ركزنا تركيز كامل بحيث انه هذه الخطط التنموية او الخطط الاستراتيجية لجميع النواحي، سياحة، اقتصاد، تنمية، امن، يعني عندنا افكار تخلي انه المخفر بدل ما انه يحرر مثلا 100 قضية في اليوم، قضيتين او ثلاث. نعم. حل فوري الا اذا كان في فكر عند الدولة نفسها انه تقلل من عدد الجرائم. في دول بالعكس كثر عدد الجرائم لكي تاخذ $200 من الامم المتحده على كل سجين، وبالعكس ما يكون داخل السجن موجود، بالعكس اطلع برا السجن عشان تكرر الجرائم. هذه من النابع للذات، ولا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. بالنسبه لدراستك عن موضوع دبي التي قمت بها قبل فتره، برايك
هل من الممكن تطبيق ربما هذه الدراسة لدينا مثلا في الاقتصاد المحلي؟ بصراحة في حال تطبيقها أو في حال عدم تطبيقها، ما الموانع التي تمنع تحول دون تطبيق هكذا الدراسات؟ أنا سويت حوالي تقريبا 7 دراسات في 7 دول. الدراسة اللي عملتها في دبي هي دراسة نموذجية، بالإضافة إلى أن سوينا ابتكارات من عندنا، ابتكارات ذكائية نابعة عن تجارب معمقة مع التجربة مع المسؤول، مع المسؤول نفسه، يعني المسؤول نفسه. يعني درسنا عقل الوزير، عقل المجرم، كيف بيفكر، كيف بيسوي، كيف بيعمل. درسنا كيف الشخص الإماراتي تغير من طبيعة البداوة ولطبيعة العشائرية والشغلات هذه إلى طبيعة العمل، العمل المتقن، العمل المنضبط. ما يعني ما بدي أركز فقط على دبي، في دول ثانية كثير في شرق آسيا قيمة الشخص ما في فرق، تدخل على البلد ما في فرق بين شخص وشخص نهائي، بغض النظر كان متعلما ام لا، او عاملا او فاعلا او لا. بالضبط. الان بامكاننا احنا نطبق هذه الدراسه او الدراسات اللي عملتها على الدول، اي دوله عندنا في الاردن بامكاننا نطبقها، ولكن يجب ان يكون هناك يعني مسؤول يسمع وبنفس الوقت ينفذ ويطبق. ياخذ قرار. ياخذ قرار في هذا الموضوع. وسهله جدا ان نعمل الاردن كاقتصاد يعني نموذجي في العالم. وهذه احدى دراساتي اللي انا عملتها، لجعل ال4 دول من ضمنها الاردن يعني على سبيل المثال، لجعلها في مقدمه الدول المتقدمه في العالم من ناحيه الاقتصاد، التنميه، الامن، السياحه. نعم، سأعود لهذه النقطة بشيء من التفصيل، لكن نتوقف الآن عند فاصل قصير، نعود بعد لمتابعة هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا. Well, thank you.